السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا يعني لتواجد على يعني تواجد قريب بزاف من بالماضي بالفضيل، و نقولوا باللي بالفضيل بالفوزي بولاية يعني في قطر، بالفوزي بولاية في قطر. المهم حنا دروك المنتخب الوطني نقولوا باللي في الدوري كي يسموه حقا الدوري كيفاش يسموه دروك الدوري دوري جزائري، يعني تواجد على مقاربة من بالماضي بالفوضي بولاية يفضلان الوجهة القطرية، أصبحوا يعني غادي يكونوا في المنتخب الوطني الجزائري، إن شاء الله نشوفوهم في المنتخب الوطني الجزائري. ويفضل الثنائي إسحاق بالفوضي وفريد بولاية الوجهة القطرية بالضبط لنادي الغرافة، والذي أعلن سهرة السبت عن تواصل اتفاق معهما في انتظار يعني صحيح اتحاق والاتحاق بالثنائي المهدي طهرات وياسين ابراهيمي، ما سيرفع عدد اللاعبين الجزائريين في هذا الفريق الى 4 عناصر كامله. وجاءت الخطوه بالفوضيل بالفوضيل والله 31 عام بولاية بالانتقال الى الخليج رغبه منهما للتواجد على مقاربه من الناخب الوطني جمال بالماضي، على امل توجيه الدعوه لهما في التربص القادم، سيما وأن المدرب الخضر يتابع مباريات الدوري القطري من جهة، ومن جهة ثانية لكون العرض نادي الغرافة أحسن من جانب المادي، وقد غاب كل من بولاية بالفضيل عن تربص الأخير للمنتخب الوطني لأسباب مختلفة وتراجع بدرجة الأولى إلى الجانب الفني. فبعد أن سجل بولاية حضوره في كان كاميرون لم يوجه له المدرب بالماضي الدعوة في كل من تربص مارس الفارق وتربص جوان الأخير، وحل كل ذلك بالنسبة لبالفضيل الذي استنجد به المدرب الخضر في مباراة السد أمام كاميرون قبل أن يخرجه من حساباته في تربص جوان. وكل يعني شيء مرتبط على ما سيقدمه مع نادي الغرافة واستعدادهم كامل لإمكانياتهم، والذي يعتبر الشرط الأول لعودة إلى قائمة الموسعة للمنتخب على الأقل تقدير. والجدير بالذكر أن بالفضيل خاض تجربة من قبل في الخليج مع نادي بن ياس الإماراتي، على عكس بولاية الذي يستعد لبصم على ظهوره في البطولة الخليجية. أنا نقول لكم نعاودوا يا ودي، منتخب خليجي يمكن يكون عندنا منتخب خليجي 100%، يمكن يكون عندنا منتخب خليجي 100%، خاطر غادي تكونوا لاعبين اللي غادي يلعبوا في الخليج يكونوا يلعبوا، وكاين لاعبين اللي في اوروبا ما عاوش يلعبوا. المدرب قال بلي انا اللي يلعب نعيط له، قال لي يلعب نعيط له، اللي ما يلعبش ما نعيطلهش. حنا نعرفوا بلي غير كلام، تولي هدرها وينساها بلي قالها بلي هو قالها، خاص ما كاين صحافي اللي يقولها له، هذوك الصحافه اللي خالصين على الذل، وهذا الخطر غادي يدوا دراهم كبار باش يتلقاو ذل كبير 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 كبير، تلقاو ذل كبير. انا نعرف هذوك اللي يجوا الصحافه اللي يجوا يقابلوا لونترينر خالصين على الذل، خالصين عليه، وهذا الخطر غادي يتلقاو اضعاف، خاطش محتاجين صحافة اللي ما عندهمش بلا نيوفا، غادي يدو دراهم باش يطرحوا أسئلة مستفزة، أسئلة يكونوا متهمين عليها، والله العظيم أسئلة اللي هما يعني كشفوها شحال هذاك نمرودي هذاك، وقال لهم في الليل يرسلوا لك، أنت السؤال الثالث أنت الرابع أنت الخامس أنت منا، باش ديفوا سؤال ما يكونش مطروح عند المدرب في الورقة. يقولوا هذا شكون؟
شتو المدرب ساعة ما خطا يقول المكلف بالإعلام، مدرب يدير كيما هكا ما يسيبش ذاك السؤال خاطش بالأرقام. هذا غادي يطرح لك السؤال الأول، هذا الثاني خاطش كاع قاريين، السؤال الأول السؤال الثاني السؤال الثالث نورمال عادي، راني نقول لكم عادي. والورقة عند المدرب تاع الأسئلة يعرف شتا غادي يقول له، راه موجد شتا غادي يقول له، ولا يقولوا له هاش تقول له. طاكيه راه خالص، عايره راه خالص، تفلى عليه راه خالص، راه خالص للذل. يقول له هذا تنجم تتفلى عليه ونورمال، يقول له تنجم، كان يقول له هذا السؤال وهذا الصحفي راه خالص تنجم تنوض تبول عليه وعادي. انا نقول لكم كيفاش يخدموا، يخدم معاه ويخدموا معاه. بس دي فوا مين يكون سؤال ما يكونش عنده في الورقه يقول المكلف، يقول له هذا شكون، فما ما عندوش السؤال هذاك وما عندوش الجواب تاعه. يفوكمش كاع خالصين. غادي نقولوا بلي اليوم وين يمكن يكون ان شاء الله بربي يكون عندنا منتخب خليجي، يعني باش ناقرو به لي زافريكا، خاطش هذه خطه نجيبو لهم لاعب خليجي في افريقيا، خاطش لي زافريكا ما يعرفوش اللاعب الخليجي، نجيبو لهم لاعب خليجي في افريقيا. تعقلوا عليها، نهار اللي جاب فيكتور، نهار اللي جاب موراها جاب زرقان، قلت لكم جاب زرقان باش يسكتكم على عدلي، راكم عاقلين؟ زرقان مبليسي مسكين دقدق، ويراه وين هذاك زرقان؟ كان يلعب في بوردو، ويراه؟ هيا يقولون انتوما، قولوا وين هذاك زرقان؟ كاين مكاش مسكين كاع بان مكاش. الناس اللي تهضر إيلال بان، ويراه مسكين مكاش، دوره برك، دوره اضرب دوره وقلع روح، اضرب دوره وقلع روح، هذا مكان كاش هضر زياده. يعني قد نهار اللي جابوه ذاك، جابوه ذاك إيلال ذاك كابل هذاك مسكين، جابوه على جابوه، جابوه في طعيم الناس اللي تقول ديلور، جاب لك إيلال خلاص مكان، جابه ما صايك خطره. بنيتو غادي يعيط لبنيتو، ما غاديش على عيط لبنيتو، هي عيط له صايك، خاطش كو عيط لبنيتو على اسوس بلي نحتاجه هذاك، اللي نحتاجه هذاك الدوزيام ميطو وين نحتاجه، يعيط له هو جابه وصايك، وتقول له على جبتو يقول لك على هنا عيط لبنيتو. كاش نهار انا ما جامي عيط بنيتو، نورمال عادي خويا. هذه استراتيجيه لي على هذيك ما وصلناش كوب دي مون، خاطش على الله استراتيجيه تاع امشي على الله. عندي محرز القدام بلايلي اضربها له تيروها على الله توصل عندهم بالك الماركو، تاكتيك عالمي هذه هي، مكاش حاجه جديده. هذو لي حوسوا ينيقوسوا مع اربيت، كان يقول لك بلي بين نروحوا نجيبوا كوب دي مون، من بعد بين خسروا يقول لك علاه ما شريتوش، علاه ما شري، علاه كو هدرتو مع الاربيت. هذو الناس هذو لي سيبورتير هذو جدد هذو، ولا يقول له ساعه، ولا يقول له الشاب ديال العماره ما خدمتش خدمتك، ما عطيتش الدراهم، ما شريتش. هاودي انتم كنتو تقولوا بلي ودي حنا كاع يشرونا الاربيت يريفيزي الاول الزوج بتاع الثالث والرابع ما يريفيزيهش. معليش معليش، المهم عندنا لعابه صورتو في الخليج دخلوها على الخليجيين، ما يعرفوش قوانين وكلش، ما يعرفوش الاخرى كسموها يا ربي، ما يعرفوش خطط اللعب الخليجي. حنا باين ندخلوا عليهم حاجه واحده اخرى، هذه هي هجره اللاعبين الجزائريين للدور القطري. تعقلوا عليها، انا اللي قلت لكم باللي غادي بالك يمكن يكون عندنا لعابه، النصف تاع اللعابه من قطر غادي. المرض غير هو برك، المرض غير هو قلت لكم باللي راهم يروحوا منا، كاين اللي يروحوا منا يروحوا لا بلجيك لا هولندا، بعد يعاودوا يولوا كاسم تاع محترفين. نتايا كيف عندك بن طالب ما تعيطلوش. هذه هي هجرة اللاعبين إلى الدور القطري بعد بلفوضيل بولحيا، جاء الدور على بودبوز إلى الدور القطري، أو بأحرى الدور الجزائري القطري. هذه نقولوها لكم خاصكم ما تنظروا هذه الحضرة،
ضلكم على بالنا. الله غالب. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا الفيديو، اتعود دائما يوصلكم حاجه، يوصلكم جديد، وربي يحفظكم وصحيتكم.